كريم. هو طبعا التصريح اخده من كذا جزء. اول حاجه واضح جدا من نبره كابتن عصام فتاح وهو بيقول التصريح ان هو واخده بشكل شخصي تماما، للدرجه اللي خليته يهين زميله ايا كانت جنسيته، ايا كانت جنسيه الراجل ده هو اهانه. ليه؟ ان هو بيقول يعني ان انا مش يعني بفخر يعني انا اقل مني يعني. هو ما ينفعش اشتغل معاه في الملاقه، لكن هو اهانته في ان هو اقل مني طبعا. يعني وبالتالي اداريا الكابتن عصام فتاح بيؤكد اللي انا قلته قبل كده، هو كان حكم ممتاز، حكم كان حكم ساحه ممتاز كابتن عصام فتاح، على المستوى الاداري فاشل بدرجه 10 من 10. ليه؟ ما ينفعش رجل اداري يقول التصريح ده. ليه بقى؟ في نسبه 1% كلاتنبرج هيجي صح؟ ما هو قالك مش هكمل معاه. لا لا، ما انا جاي بس كابتن اسلام. لا ما هو قال، هما اتحاد الكوره قال ان هو جاي استشاري والكابتن عصام مكمل في مهمته، وربما انا ما اعتقدش كابتن عصام فتاح هيستقيل لو هو جه، بس نفترض كلاتنبرج جه، وحتى ايه يا كابتن اسلام لو الكابتن عصام استقال، اي حد سمع التصريح ده هيبقى مؤمن تماما ان الكابتن عصام فتاح عن طريق اصدقائه هيضع العراقيل في طريق الراجل ده. ليه؟ كريم لا لا، عشان قبل ما تكمل، قبل ما تكمل انا امبارح قبل ما يطلع بالتصريح بتاع ان الزمالك له ركله جزاء انا قلت الكلام ده على الهوا. هو انا بشم على ظهر ايدي؟ هو انا مش ساحر على فكره. انت قاري المشهد بمناسبه الكلام اللي انت بتقوله يعني انت قاري برضو المشهد من دلوقتي. فانا ما قريتش، انا ما عملتش حاجه، انا مش ساحر يعني وقعدت. لا انا قلت يا جماعه الكابتن عصام هيطلع يقول ان هيقول حاجه ليها ركله جزاء ليه بتاع، هيقول. طلع قال بعدها بنص ساعه. كلامك 100% مظبوط، اتفضل. فببساطه اللي هيحصل ان الكابتن عصام فتاح بدون ما يشعر ابدى ما في جوفه واظهر ما في داخله تجاه الفتره الجايه. مش بقول للراجل الفكره، مش فكره اسم كلاتنبرج لا خالص والله، حتى لو اكس او زد او واي جه، واضح جدا جدا ان هي عند الكابتن عصام فتاح فيها لخفيها، واضحه جدا فيها لخفيها. اسلوب سيء للاداره، اسلوب ان النجاح لن ياتي غير عن طريقه. هو دلوقتي بيشتغل رئيس لجنه حكام، بيشتغل محلل حكام، وبيشتغل كل واعلامي تحكيمي، برافو عليه، بيعمل كل حاجه. وفي نفس الوقت هو عايز كمان الناس تقبل منه كل شيء، تقبل منه اراءه التحكيميه، تقبل منه اراءه في الاداريه في التحكيم. يعني مع كامل احترامي، اذا كنت حكم جيد اوكي، لكن ده لا يعني، لا يعني ان انت تقدر تقود الحكام. وبالتالي انا اتمنى من المسؤولين في اتحاد الكوره اللي اكدوا وجهه نظرنا هنا هو في قناه النادي الاهلي، وان احنا اتكلمنا كتير جدا جدا على ضروره، والفيديو حتى انا شيرته من نوفمبر 2021 عشان بس ما حدش يطلع يقول احنا اول. لا احنا الفيديو يا سيدي اللي يقول موجود على اليوتيوب بتاع قناه النادي الاهلي، وموجود على السوشيال ميديا في صفحه الفيسبوك بتاعت قناه النادي الاهلي، الفيديو بتاريخ اعتقد 16 نوفمبر 2021. قلنا يجب الكره المصريه لن تنصلح حالها في ما يخص الحكام الا بتعيين خبير تحكيمي اجنبي ولا يعرف احمر ولا ابيض، او بقول الاحمر الاول كمان خلي بالك. بالظبط. وبالتالي المسؤول، انا بقول اهو المسؤول في اتحاد الكوره اللي اختار اسم كلاتنبرج، برافو عليك، برافو عليك، انت شغال كويس، ولا وما تسمعش المهاترات وما تقفش عند الحاجات دي. ولكن بكل امانه تصريح الكابتن عصام فتاح يعطي المؤشر ان في عراقيل هتتحط لافساد وافشال هذه الخطه من اجل اثبات حاجه واحده، ان الكابتن عصام فتاح صح. بس بس مش حاجه، مش حاجه ثانيه، اي حاجه بقى، انا اسف، اي حاجه تخبط في الحيطه. مصلحه الكره المصريه اخبط في الحيطه، مصلحه الحكام ان هم يتطوروا اداء. يعني خلينا نتكلم بصراحه، الكابتن امين عمر في مباراه المقاولين والاسماعيلي حصل مشاكل كتيره جدا 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 بعد المباراه، وحصل واضح جدا يعني ما يشبه يعني الاحتكاك الجسدي داخل او بالقرب من غرف الملابس بسبب بعض الاخطاء. في اخطاء بتحصل، مش انا اهو بجيت مثل بعيد عن الاهلي والزمالك، يعني كل الانديه واضح انها بتشتكي. وبالتالي هنا الحكام زي اللعيبه يا كابتن اسلام، الحكام زي اللعيبه يعني لو ما عندهمش حد بيطورهم مستواهم هيقف. احنا ما زلنا بنقول كابتن امين عمر حكم كويس، كابتن محمود البنا حكم كويس، عندنا حكم كويسين جدا، بس هم ما حدش بيطورهم.